أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من تحت الضوء. ما أسباب استمرار تفاقم أزمة النازحين في الموصل وصلاح الدين؟ فبالإضافة إلى قساوة الحكومات تقسو عليهم أيضا الظروف المناخية، من حر صيف إلى برد شتاء وسيول وأمطار تجتاح المخيمات خلال هذه الأيام العصيبة. مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة قال إن هطول الأمطار والسيول أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى ونزوح الآلاف من الأشخاص من نينوى وصلاح الدين وهما الأكثر تضررا. من يتحمل المسؤولية عن ذلك؟ ما دور أطراف العملية السياسية مما يجري؟ لماذا هذا التعمد الحكومي على تجاهل مأساة النازحين؟ هل تكفي دعوات المنظمات الإنسانية إلى اتخاذ ما يلزم لجنة النازحين؟ هل هذه المدن ستستمر بمعاناتها؟ من له المصلحة في إبقاء ملف النازحين معلقا؟ لماذا لا يسمح أيضا بعودة النازحين إلى مناطقهم بعد أكثر من عام على انتهاء العمليات العسكرية؟ ولماذا لا يسمح أيضا بعودتهم إلى مناطق جنوب بغداد إلى الآن، لا سيما في جرف الصخر؟ نسلط الضوء مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة على أسباب تجاهل مأساة النازحين في العراق، وإلى أي مدى هو متعمد، وهل تقف أيضا أطراف دولية وإقليمية وراءه؟ أرحب بداية بالضيوف الكرام، الأستاذ شهو القرداغي الكاتب والمحلل السياسي، مرحبا بك أستاذ شهو. أهلا وسهلا. وأرحب بالأستاذة إيناس زايد من المركز الأوروبي المتوسط لحقوق الإنسان، مرحبا بك أستاذة إيناس. شكرا دكتور سمير، ومساء الخير لكم ولجميع المشاهدين. أهلا بك. وأرحب أيضا بالأستاذ زياد السنجري الإعلامي العراقي، مرحبا بك أستاذ زياد. أهلا وسهلا كل مشاهدي قناة الرافدين الفضائي. أهلا بك وبضيوفي الكرام أستاذ زياد، أستاذة إيناس، وأستاذ شاهو القرداغي. مشاهدينا الكرام، بداية لنتابع سوية هذا التقرير ثم نبدأ الحوار. معاناة تتجدد كل يوم ولكن بشكل مختلف وحسب فصول السنة ونوع الميليشيات التي تسومهم أنواع الابتزازات والإهمال الحكومي المتعمد. تلك هي قصة النازحين في العراق باختصار. ها هي أزمة النازحين في الموصل وصلاح الدين تستمر وتتفاقم، فمن حر الصيف وظلم الميليشيات إلى الأمطار والسيول التي اجتاحت المخيمات وأحالتها إلى بحيرات أغرقت النازحين وأضافت إلى همومهم همًا جديدًا يصعب التأقلم معه. هيئة علماء المسلمين حملت من جانبها أطراف العملية السياسية مسؤولية ما يجري في الموصل، ودعت المنظمات الإنسانية إلى اتخاذ ما يلزم لنجدة أهل المدينة. مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أكد أن هطول الأمطار الغزيرة في العراق أدى إلى موجة من الفيضانات والتي أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى ونزوح عشرات الآلاف من الأشخاص من محافظتي نينوى وصلاح الدين وهما الأكثر تضرراً، بالإضافة إلى المحافظات الأخرى التي اجتاحتها السيول. وأكد المكتب الأممي خروج عدة جسور من الخدمة في بعض مدن وقرى المحافظات المنكوبة، مشيرا إلى أن 10,000 شخص في صلاح الدين ونحو 15,000 في نينوى، فضلا عن آلاف آخرين في مخيمات النزوح كمخيم الجدعة والجيارة بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة. وهذا ما أكدته المنظمات الإنسانية أن 85% من مخيمات الجدعة جنوب الموصل خرجت من الخدمة. كل ذلك يحدث في العراق وسط إهمال من الحكومة المنشغلة باستكمال حقائبها الوزارية بعيداً عن مأساة النازحين وتعمد عدم إعادتهم إلى مدنهم بعد انتهاء العمليات العسكرية وإبقاء ملف النازحين معلقاً لمصلحة أطراف تسعى لتحقيق أهدافها على حساب معاناة النازحين واستمرارها لأجل غير مسمى. تابعنا سويا مشاهدينا الكرام هذا التقرير، أبدأ معك أستاذ شهو القرداغي. يعني ما أسباب هذا التجاهل الحكومي؟ هل هو فعلا تجاهل حكومي أم إهمال متعمد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. حقيقة دائما في كل الفصول يعاني المواطن العراقي، مثلا في فصل الصيف يعاني من عدم وجود الكهرباء، وأيضا النازحين في الخيم يعانون من الحر الشديد، وهناك حالات موتى من قبل من الأطفال بسبب الحر الشديد. في الشتاء أيضا يعاني من نوع آخر من المشاكل، وهي أزمات السيول والغرق و بسبب ماذا؟ بسبب عدم وجود حكومة قادرة على وضع خطط استراتيجية وتفكر في المستقبل. لماذا لم يفكروا في حلول، وضع حلول قبل أن يأتي المشاكل، قبل أن يظهر المشاكل؟ من الجميع يعلم أن الحكومات العراقية فشلت حتى في بناء السدود، أولا للاستفادة منها في بناء للطاقة الكهربائية، وثانيا لتجنب وقوع هذه الكوارث التي نراها اليوم. اليوم حتى المنظمات الدولية تطالب الحكومة العراقية بالتدخل، بينما نرى أن رئيس البرلمان يطالب العالم بالتدخل لمساعدة العراق. الحكومات الدولية ترى أن الحكومة في العراق، حكومات السابقة والحكومة الحالية، لا تكترث بحجم الضحايا، وخاصة بعد أحداث الموصل التي أدت إلى استشهاد الآلاف من المواطنين دون اكتراث من الحكومة، وأيضا الأزمة الحالية. الآن تركيز الحكومة على وزارة الدفاع ووزارة الداخلية. الأحزاب السياسية تركز على كمية المناصب التي تحققها، ولا تفكر في كيفية خدمة المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. طبعا العقد الاجتماعي الذي يحصل بين المواطنين وبين الحكومات هو تخلي المواطنين عن حرياتهم، وبالمقابل تقوم الحكومة بتقديم الخدمات لهم. العقد الاجتماعي انتهى في العراق، المواطن تخلى عن كل شيء، كل حقوقه، بالمقابل الحكومة فشلت في تقديم أي واجب من الواجبات التي بموجبه يجب أن يقدم الخدمات للمواطنين. وبالتالي يجب أن يفكر المواطن في إعادة بناء هذا العقد الذي يكون بين المواطنين ومن يدير شؤونهم. ويتساءلون الآن، هناك أصوات كبيرة تتساءل أين الأموال الطائلة، إلى أين ذهبت، لماذا الحكومات فشلت. طبعا الحكومة المركزية وأيضا الحكومات المحلية في المحافظات التي تنشغل بالعقود الوهمية، وأيضا لا تكترث للمشاكل الموجودة، وفي ظل أي حدث طبيعي مثل الأمطار أو السيول يحدث مصائب كبيرة في العراق، ويجب تدخل دولي وتدخل محلي. لماذا لم تعملوا قبل أن يحدث الكارثة؟ لماذا لم تعملوا شيء، رغم أن العراق لديه كل شيء، يستطيع أن يفعل كل شيء، ولكن بسبب الفشل وأيضا بسبب عدم وجود عقلية دولة، الأغلب عقلية ميليشيات للأسف، حاربوا النظام السابق. هم عقليات معارضة للدولة، يعني هم عقليات عندهم خبرة في تفكيك الدولة، عندهم خبرة في إضعاف الدولة، ليس عندهم خبرة في إدارة الدولة. سيطروا على الدولة ولكن لم ينجحوا في خدمة هذا المواطنين. وأيضا أتوقع أن الحكومة الجديدة، حكومة عادل عبد المهدي الذي هو عاجز عن اختيار الوزراء في كابينته، لن يستطيع أن يغطي الفشل الموجود ويفتح صفحة جديدة في العراق، بل سيستمر الملفات الفساد والإخفاقات خلال الفترة القادمة وخلال الحكومة القادمة أيضا. أرحب بالأستاذة إيناس زايد من المركز الأور المتوسطي لحقوق الإنسان، تنضم معنا عبر سكايب من عمان. مرحبا بك أستاذة إيناس. تحياتي دكتور سمير. أستاذة إيناس، يعني الحكومة في العراق دائما ما تفشل في التعامل مع المصائب حتى حين وقوعها. وصفها الأستاذ شاهو القرداغي بأنها ليست حكومة إدارة دولة، بل هي يعني عقلية تفكيك دولة، يعني ليس هناك لا تخطيط ولا تنظيم ولا متابعة ولا أي شيء من هذا القبيل. في ضوء هذه الأحداث التي تترى، النازحون في العراق هم المتضرر الأكبر، يعني أنتم كيف تراقبون هذه المأساة الإنسانية للنازحين في العراق، لا سيما في الموصل وصلاح الدين وغيرها؟ نعم، هذه المأساة الإنسانية، يعني كما ذكر دكتور سمير، هي مأساة تتفاقم مع الوقت. الوقت ليس في صالح النازحين بالمطلق، هناك معاناة مستمرة منذ 4 سنوات وما زالت تتفاقم بمرور الوقت وأيضا بتسارع الأحداث. ليست هذه المأساة الأولى التي يتعرض لها النازحون، كان هناك يعني مآسي متتالية ومتعاقبة على هؤلاء النازحين، مثل سوء التغذية وانتشار الأمراض المزمنة وأيضا الأوبئة بسبب تلوث المياه مع نقص الأدوية. والآن نشهد يعني ظروف، بسبب الظروف الجوية السائدة، نشهد
يعني كارثة إنسانية جديدة تتمثل بغرق تلك الخيام التي أصلا هي غير معدة للعيش الكريم، ولكن على الرغم من ذلك هي تغرق ويتشرد النازحون مرة جديدة، وأيضا ينزح وناس آخرون تحت بيوتهم، لأن الآن مع انتشار أو يعني مع حدوث الأحداث الأخيرة زادت أعداد النازحين بسبب أن هناك أشخاص هدمت بيوتهم، انهارت بعض أسقف المنازل. حسب الإحصائيات والأعداد الأولية هناك 20 شخص لقوا حتفهم في السيول التي ضربت البلاد مؤخرا في محافظة صلاح الدين، وأيضا هؤلاء معظمهم نساء وأطفال. ما زال هناك أشخاص محاصرين لغاية هذه اللحظة، وهناك الآلاف من الخيام التي دمرت وفقدت محتوياتها. هناك أعداد تقول بأن 6000 خيمة الآن دمرت بشكل كامل وفقد أصحاب ممتلكاتهم. هذا الأمر يعني بأن هؤلاء الأشخاص انتقلوا من مأساة إلى مأساة أخرى، مأساة أنهم لا يوجد لديهم مأوى، وأيضا لا يوجد لديهم أي مقومات الحياة التي يمكن لهم أن يستمروا في ظلها. لذلك فنعم المأساة ما زالت تتفاقم. نحن فعليا كمنظمة دولية نستغرب لماذا لم يتم لغاية الآن حل مسألة النازحين. مسألة النازحين يجب أن تكون وهي وضعت على قائمة أولويات الحكومات المتعاقبة، لماذا لم يتم حلها هذه اللحظة؟ نحن نتساءل، خاصة عندما نتحدث عن وجود موارد مادية وموارد بشرية كذلك الأمر، ولكن لا يوجد أي تحرك باتجاه إنهاء هذا الملف الذي يجب أن يكون له الأولوية في الحكومات العراقية الآن. نعم. أستاذ زياد السنجري انضم معنا عبر الهاتف الإعلامي العراقي. أستاذ زياد مرحبا بكم. يعني الأستاذة إيناس تحدثت أنه هناك موارد بشرية موجودة، هناك موارد مادية موجودة، ولكن ليس هناك أي تحرك وليس هناك أي رغبة بالتحرك لإنقاذ النازحين. من وجهة نظركم يعني لماذا لم يتم لحد الآن حل ملف النازحين؟ نعم دكتور، الحقيقة الحديث شجون عن هذه النقطة حال وحال بقية الملفات التي تهم العراقيين، وهو ملف شائك ومعقد ملف النازحين. نحن الدولة الوحيدة في العالم التي انتهت فيها العمليات العسكرية ولم يعود النازحين إلى مناطقهم مثل جرف الصخر منذ سنوات، واليوم انتهت العمليات العسكرية في مدينة الموصل والذين العديد من المخيمات والآلاف. فقدنا الاتصال بالأستاذ زياد السنجري، سنعاود الاتصال به مرة أخرى. أستاذ شاهو، يعني هذا في ظل هذه الأجواء، يعني ملف النازحين يبقى معلقا. العراق يعني قدم قبل أيام يعني لدولة الكويت بعد أن اجتاحت السيول فيها، يعني قدم مقترح مساعدة من قبل مجلس محافظة البصرة. لماذا يعني هذا الترويج على أنه الحكومة هي قادرة على معالجة المشاكل وبالتالي الانطلاق لمعالجة مشاكل الجيران أيضا؟ في الحقيقة هذه يعني أصبحت مثل النكتة، يعني محافظ البصرة يقدم يد المساعدة للكويت بينما المحافظة مدمرة، وأيضا أصابع الاتهام له شخصيا بعدم القيام بما هو واجب لإعادة إعمار المحافظة من جديد. هؤلاء يتصورون أنه بالإمكان أن يخدعوا الرأي العام المحلي أو العالمي أو الإقليمي بأنهم نجحوا في إدارة البلاد، والرد جاء من كويت، من مواطنين كويتيين طلبوا من هؤلاء المسؤولين الذين يريدون تقديم يد المساعدة أن يساعدوا محافظاتهم أولا، أن يساعدوا مواطنيهم أولا ثم يساعدوا الآخرين. وبالتالي هؤلاء يتصورون أنه من الممكن أن يخدعوا المواطنين داخليا سواء كان أو خارجيا. هل هو استخفاف بعقلية المواطن العراقي؟ بلا شك يعتقدون أنه مثل السابق من الممكن أن يخدعوا المواطنين ويظهروا النخوة والشهامة عن طريق تقديم هذه العروض للمواطنين الدول الأخرى، وكأن ويبرز الجانب الطيب من المواطن، ولكن المواطن يتساءل لماذا لا يتم إبراز هذا الجانب مع المواطنين أصلا، مع المقهورين، مع الذين يعيشون في الخيم، يعيشون في خيم النازحين. لماذا لم يتم معاقبة المسؤول عن عرقلة هذه المشاريع؟ مشاريع طبعا
أيضا مشاريع إعادة الإعمار، نحن لدينا مشاريع تم إعدادها لإعادة إعمار الموصل ونينوى وعودة النازحين، وإلى الآن ليس هناك شيء على أرض الواقع. طبعا قبل فترة أحد المسؤولين قال أن إيران عرقلت مشاريع توليد الكهرباء أو يعني مشاريع كهرباء ضخمة في العراق حتى يتم الخضوع يعني خضوع العراق لإيران ويستمر استيراد الكهرباء من إيران. وأيضا في من ناحية ملف النازحين هناك من يعرقل هذا الملف، هناك من يعرقل عودتهم إلى مناطقهم، عودتهم إلى مدنهم. لماذا؟ قد يكون هناك مخطط تغيير ديموغرافي، قد يكون هناك استغلال هؤلاء. طبعا أهم فقرة في فقرة النازحين هو الأرباح التي يجنيها السياسيون الذين يتاجرون بالنازحين أمام الدول الأخرى أو المنظمات الحقوقية ويكسبون الأموال الطائلة، ولكن لا نرى أي آثار لهذه الأموال التي تأتي بحجة مساعدة النازحين، ولكنها تذهب إلى جيوب جهات سياسية أو أحزاب سياسية أو شخصيات سياسية، وبالتالي هناك من يريد أن يبقى هذا الملف عالقا. طيب في هذه النقطة أمن الاتصال مرة أخرى بالأستاذ زياد السنجري. أستاذ زياد مرحبا بكم مرة أخرى. إبقاء ملف النازحين معلقا يعني هل هو من مصلحة أطراف أخرى تريده أن يبقى معلقا؟ استكمالا للسؤال الذي سألته إياه قبل قليل، تفضل أستاذ زياد. نعم بكل تأكيد هناك أطراف مستفيدة من هذا الوضع الحالي الذي يعيشه النازحين، فهناك أموال طائلة جدا مخصصة لهؤلاء الناس ولكن لا يصلهم إلا النزر القليل. نحن نتحدث عن الدفعة الأولى خصص مليار دولار أمريكي للنازحين، وكلنا نعرف أن صالح المطلق كان رئيس هذه اللجنة. أين هي تلك الأموال؟ هناك مناطق تم استئجارها، مناطق زراعية بمبالغ فلكية، تم إعطاء صاحب الأرض مبلغ بسيط وبقية المبالغ تذهب إلى السياسيين. هناك معسكرات لم يسكن بها أحد، جهزت بشكل شكلي لم يسكن بها أحد، وهذا ما أكده أحد نواب مدينة الموصل زاهد الخاتون الذي أخذ صور هناك وقال لا يسكن أحد في هذه المعسكرات، فإذا هي معسكرات شكلية. أما المعسكرات الضخمة التي تضررت مثل مخيم المدرج بالأمطار التي حصلت خلال الأيام الماضية، هناك في محافظة 5204 خيمة، الخيمة المتضررة العدد الأكبر كان في مخيم المدرج 4286 خيمة، 85% من المخيمات في محافظة 2 خرجت عن الخدمة، 20,000 عائلة من دون مأوى، 1500 عائلة ينامون بالعراء واختلاط مياه الأمطار مع المياه الثقيلة. طبعا هذه كوارث صحية ستسبب للعوائل خلال هذه الفترة القادمة. أين المليار دولار التي خصصت لتلك المعسكرات اللاجئين أو تلك الخيام؟ أو يعني نتحدث عن فساد، ولكن فساد مستشري في كل مرافق الدولة ومن ضمنها المهجرين والنازحين من المحافظات. ولماذا هناك نازحين أصلا؟ يعني السؤال الذي يطرح نفسه. فإذا هم بحاجة إلى بقاء هؤلاء والمتاجرة بقضاياهم والمزايدة عليهم، بل وابتزاز حتى المنظمات التي تريد أن تساعدهم. يعني مدير عام في محافظة نينوى، مدير عام في كل شهر يدفع الأتاوى لأحد الفصائل الميليشيات في بغداد، يطلب من المنظمات عالمية تساعد الملف الصحي في محافظة نينوى بأن يدفعوا مبلغ له، لأنه لا يستطيع الاستمرار دون دفع ذلك المبلغ أو الأتاوى إلى أحد الفصائل المسلحة. وكذلك ملف النازحين والمهجرين، هناك وزارة للمهجرين في العراق. اليوم انتهت العمليات العسكرية في مدينة الموصل ومحافظة نينوى وحتى بقية المحافظات الأخرى، لماذا لدينا وزارة ووزير ودوائر للمهجرين؟ لماذا لا يعود هؤلاء؟ إذن هي كلها مجرد تجارة، وهذه مناصب. وكلنا نشاهد بأن رئيس الوزراء لا يختلف عن الذين سبقوه، وما فيات فساد. وكما قال الأخ الذي في الاستوديو بأن عقلية هذه الحكومات هي عقلية معارضة، عقلية
تفكيك الدولة وليس نعم بناء الدولة. نعم هذا منهج وديدن هذه العصابات التي تحكم الآن، لذلك ملف النازحين لا يختلف عن بقية الملفات الأخرى الذي يستشري فيه الفساد الآن. نعم أستاذ إيناس زايد، يعني ذكرت قبل قليل يعني رغم وجود موارد بشرية وموارد مادية إلا أن هناك افتقارا لمسألة الجدية في التعامل مع ملف النازحين، يعني بدوركم أنتم يعني من خلال تقييمكم لأداء المنظمات الإنسانية ومن خلال متابعتكم للتقارير التي صدرت عبرها، يعني الكثير من التقارير صدرت الكثير من المخاوف القلق، نحن قلقون مما يجري في العراق، على المنظمات أن يعني تبرز أو يعني تقوم بكل جهدها من أجل إنقاذ النازحين ومن مأساتهم، هذا الكلام دائما ما نسمعه ولكن لا حركة مثل ما تفضلت قبل قليل. أنتم في مركزكم أستاذ إيناس زايد، يعني ما الذي أخذتموه على عاتقكم في هذا الإطار من أجل إنقاذ هؤلاء النازحين في العراق والذين هم بأعداد هائلة؟ نعم يعني نحن كمرصد أورو متوسطي نحن فعليا منظمة دولية حقوقية، نحن نرصد ونوثق الانتهاكات، نجمع الأدلة على الأرض، ولكن لسنا منظمة إغاثية تقوم بإغاثة الموجودين أو المنكوبين في أي منطقة وليس فقط في العراق، ولكن نحن نوصل نداء هؤلاء الأشخاص إلى المحافل الدولية وبالدرجة الأولى إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقد قمنا بإصدار أكثر من تقرير وبيان حول هذا الموضوع وحول ملف العراق بشكل خاص، خاصة عندما نتحدث عن مأساة النازحين وهم بأعداد هائلة وطائلة جدا كما تفضل دكتور، يعني هناك حوالي 200 ألف نازح فقط في جنوبي الموصل، هناك 700 ألف نازح داخل نينوى منذ عام 2014، وهناك 350 ألف في كردستان من أهالي نينوى وحدهم، لذلك نحن نقول عن أعداد هائلة، وهؤلاء الأشخاص لا يمكن تركهم هكذا ولا يمكن الالتفات عن المأساة والمعاناة التي يعيشونها، لأن هناك أيضا كما ذكرت لك نسبة كبيرة منهم من الأطفال ومن النساء الذين لا حول لهم ولا قوة، لذلك نحن نسلط الضوء على هذه الأمور، نحن نطالب أيضا المسؤولين عن حماية هؤلاء المدنيين من التحرك، ونحن نجد بأن المسؤول الأول عن هذا الملف هو الحكومة العراقية، لا يمكن للحكومة أن تتنصل من مسؤوليتها تجاه كل المدنيين ولا أقول فقط النازحين، كل المدنيين في العراق الآن هم من مسؤولية الحكومة العراقية بالدرجة الأولى قبل الحديث عن المنظمات الدولية أو الإغاثية الأخرى، هي دورها مساند، ولكن الآن إعمال حقوق الإنسان وإعمال الكرامة الإنسانية هي من مسؤولية الحكومة العراقية. إن كان هناك تعمد، إن كان هناك يعني عرقلة لأحد الملفات ومن ضمنها ملف النازحين، ملف إعادة الإعمار على سبيل المثال، هذه المسائل إن تم عرقلتها متعمدا فهذا الأمر يكشف عن تورط للحكومة العراقية وإقامة مسؤولية عليها من أجل أن يتم محاسبتها لاحقا عن هذه يعني الأفعال. أيضا نحن نحمل المسؤولية الدولية للمجتمع الدولي ككل، لأنه يعني يقف لغاية الآن عاجزا أمام التحرك باتجاه الملف العراقي، لا يوجد هناك قرارات، يعني هناك مناقشة لكافة المحاور الإنسانية في العالم، ولكن عند الحديث عن الملف العراقي فإنه يتم تغييبه بشكل كامل وكأن العراق يعني هي بلد ليست موجودة، يعني لماذا لا يتم التطرق إلى هذا الملف في المحافل الدولية، لماذا لا يتم يعني إصدار قرار حاسم بهذا الخصوص، يعني في مرحلة من مراحل يعني العراق كان هناك قرارات وصدر هناك 100 قرار عن الجمعية العامة، كان يعني أهمها قرار الغذاء مقابل النفط، وهذه القرارات كلها كتاريخية كانت كلها بشأن العراق، لماذا الآن عندما يقف العراق على مشارف كارثة إنسانية تهدد المدنيين لا يتم التحرك من قبل المجتمع الدولي ومن قبل الأمم المتحدة والجمعية العامة أيضا التابعة لها؟ هذه التساؤلات نحن كمنظمة دولية وكأورو متوسطي دائما نسلط الضوء عليها ودائما نقول بأن المسؤولية هنا مشتركة، ولكن بالدرجة الأولى يجب على الحكومة العراقية أن تتحرك من أجل وقف هذه المأساة.
نعم أستاذ شاه، هل هناك رغبة أمريكية في إبقاء العراق على ما هو عليه الآن؟ يعني كان الاحتلال قبل عام 2003، يعني كان الأمريكيون يعني يبشرون بعراق مزدهر وعراق متطور على غرار الدول المتقدمة. الآن يعني بعد مرور أكثر من ربما 16 عاما، يعني أكثر من 15 عاما، والحال حال العراقيين من سيء إلى أسوأ، هنا الدور الأمريكي تجاه ما يجري في العراق هل هو الرغبة الأمريكية فعلا بعدم تحرك مجتمع دولي لإيجاد حلول لقضية النازحين تحديدا؟ فالعراق يعني المليء بالمشاكل، العراق ليس فقط مشكلة نازحين، العراق مشكلة في إدارة الدولة، العراق مشكلة في توفير خدمات للمواطنين، الكثير من المشاكل. هل هذا هو العراق الذي كانت تبشر به أمريكا؟ بالفعل العراق الديمقراطي التي والمدني التي بشرت به أمريكا وتدخلت في سبيلها، ولكن تركتها لإيران لكي تحكم فيها، وبعدها انسحبت في 2010 بشكل نهائي. الآن تريد أن تعود وتصلح الأخطاء التي ارتكبت من قبل النظام الإيراني. نحن عندما ننظر إلى المنظومة السياسية في العراق يجب أن ننظر إلى المنظومة الأصلية الإيرانية التي توزع الوكلاء ليحكموا في دول المنطقة. هناك أمور متشابهة كثيرا في اليمن، في لبنان، في أيضا سوريا والعراق. يعني إذا نظرنا نرى أن الدول هذه من دول محترمة أصبحت مكب للنفايات بعدما سيطر وكلاء إيران في المنطقة على هذه الدول. إخفاقات سياسية، فشل في كل الملفات، هذه ما تميز الطبقة السياسية التي هي الأداة الإيرانية التي تحكم في المنطقة، والتي تروج وتبث نظرية الولايات الفقيه، وتريد أن تحتل كل دول المنطقة في سبيل تحقيق هذه النظرية في المنطقة بشكل كامل كما كان يروج لها الخميني. وبالتالي هذا الفشل لا يستطيع أن يغيره عامل محلي داخلي من داخل هذه الأطراف الموجودة، لأنهم يعانون من هذه العقدة، لا يستطيعون أن يبنون دولة بقدر ما يهتمون بموضوع الطائفية والمذهبية. يعني رأينا إذا قارنا مقارنة بسيطة بين الامتيازات التي تم فرضها للحشد الشعبي في الفترة الأخيرة، وكيف ضغطت الأطراف الشيعية وثبتت الامتيازات وقطع الأراضي ويجب أن منحهم المرتبات وكل شيء وانتهى الملف، وبين ملف النازحين الذي لا يتحدث عنه أحد سوى بتغريدات بسيطة لامتصاص الغضب الموجود. وبالتالي هذه المجموعة فشلت في العراق. الآن الدور الأمريكي ما هو؟ قد يكون هناك نية للتدخل الأمريكي، وخاصة بعد العقوبات الأمريكية على إيران، وأيضا الضغط على الحكومة العراقية لتقليل أو خفض نسبة تعاملاتها مع إيران، ولكن هذا أيضا لا تنجح إذا لم يكن هناك رقابة أمريكية على الحدود بين إيران والعراق، لأن هذه الحدود إيران تسيطر عليها وتستخدم العراق أولا لتخفيف آثار العقوبات عليها، وأيضا كممر لسوريا ولبنان، كممر لنقل المعدات العسكرية والمقاتلين إلى سوريا. وبالتالي إذا كانت هناك إرادة أمريكية حقيقية لا يمكن أن يكون عن طريق التغريدات في تويتر أو عن طريق الخطاب الإعلامي فقط. نحن لا نشاهد تدخلا أمريكيا حقيقيا. يعني الإيران، مسؤول إيراني يقول سجلنا 3 أهداف مقابل 0 على أمريكا في العراق، ويقصد بهذا الأمر الرئاسيات الثلاث ذهبت لإيران. وإذا رأينا خلال الفترة الأخيرة وزيارة رئيس العراقي برهم صالح إلى إيران وتحدثه عن إنشاء منظومة أمنية جديدة للمنطقة، وأيضا توجهات رئيس البرلمان وأيضا رئيس الحكومة، نرى أنه كلها تعمل لأجل تخفيف آثار العقوبات على إيران. وبالتالي لا يوجد شيء داخلي أو من يستطيع الولايات المتحدة الأمريكية الاعتماد عليه ليتم إبعاد الشخصيات أو الأحزاب المتحالفة مع إيران والتي فشلت وأخفقت في كافة الملفات في العراق، يتم استبدالهم وإبعادهم وتصليح الأخطاء الموجودة. هذه العملية تحتاج إلى وقت طويل. وأيضا الآن هناك تهديدات من قبل الحشد الشعبي للقوات الأمريكية، هناك تهديدات جدية ويريدون إشعال حرب أخرى في العراق. طبعا هذا الحرب حتى لو اشتعلت في العراق إيران لن تخسر، لأن العراق هي التي تتضرر ويشتعل. نعم، اسمح لي فقط أن أنتقل الأستاذ زياد السنجري بسؤال إلى يعني ما مدى تحكمات إيران بملف النازحين؟ البعض يرى، الكثير من المحللين من يقول بأن هناك تحكمات فعلية
والبعض يقول ليس هناك تحكمات، ولكن يعني الأمر الواقع يفرض عدة مؤشرات. هناك على سبيل المثال في الموصل عمليات الاستيلاء على أملاك أبناء المكون المسيحي في العراق، هناك عدم إرجاع لأهالي جرف الصخر إلى مناطقهم. البعض يتساءل من خلال هذه المؤشرات وغيرها، إلى أي مدى ترى أن هناك تحكمات فعلية موجودة من قبل إيران بملف النازحين؟ أستاذ زياد، عندما طلبت القيادات المحسوبة على السن من هذا العامر أن يرجع أهالي جرف الصخر، قال لهم بالنص اذهبوا إلى إيران. التحكم واضح جدا، هناك تغيير ديموغرافي يعمل أو جاري العمل عليه الآن في وسط وشمال العراق وخاصة في المناطق الغربية، الأعفار والمناطق الحدودية، سنجار، البككة، وأعتقد هذا موضوع مهم جدا لأنه يمس التغيير الديموغرافي. ولكن إيران هي لها الكلمة العليا، الاستيلاء على المنازل وأراضي المسيحيين وغيرهم من الملفات الشائكة قالها الصدر قبل أيام في تغريدة، وعلى أثرها زار عدد من كبار الضباط مدينة الموصل وأعلنوا أنها خالية من الإرهاب وخالية من كل شيء. فهذا معالجة خاطئة للأحداث التي تجري الآن في مدينة الموصل. الآن في هذه اللحظة هناك اجتماع لرئيس الوزراء مع نواب مدينة الموصل وقائد عمليات نينوى وقائد عمليات يحمل بيده تقارير عن تفجير الميليشيات الإيرانية، سيارتين مفخختين إحداهما أدت إلى ضحايا مدنيين من ضمنهم أطفال على أحد المطاعم قبل أيام، ولديه بالدليل طبعا، والاجتماع لحد الآن جاري مع رئيس الوزراء. ولكن ما الذي تفعله الحكومة وهي تأتمر بإيران؟ يعني الحكومة جهات تنفيذية إلى إيران، الدليل واضح بالجانب المادي والنازحين، وكلنا نعرف بأن محافظة نينوى محافظة متضررة وتمتلك ثقل سكاني كبير، تم تخصيص مبلغ 143 مليار، طبعا هذه حسب توجيهات من قبل النفوذ الإيراني، 143 مليار دينار عراقي، مكتب رئيس الوزراء 47 شخص فقط يحصلون سنويا على 202 مليار، أكثر من محافظة نينوى التي تعدادها 4 ملايين ونص، 47 شخص في العراق يأخذون مخصصات أكثر. فكل ما يجري الآن بضوء أخضر إيراني، الأمريكان يعرفون ذلك، كل ما يحدث الآن، لأن حتى المفخخات التي انفجرت هناك فريق تكتيكي زار مكان المفخخة وأخذ عينات ولديه تحاليل وتقرير أعطاه باليد لقائد عمليات نينوى المرتبط مع الأمريكان. فالكل يعرف بأن الوانج الدبوري تم تعيينه من قبل الأمريكان ويحمل الجنسية الأمريكية ودرس في أمريكا التي لجأ إليها بعد ما كان قائم اللعفر. القصد أن الحكومة العراقية تعلم وتعرف حجم الاستيلاء على الأراضي، حجم العتاوات التي تدفع من قبل الدوائر الدولة للميليشيات، كل الدوائر الدولة بدون استثناء، التربية، الصحة، كل الدوائر تدفع مبالغ لبقاء مدراء العامين، البلدية التي تخصص تم إقالة المدير السابق الذي رفض التعاون معهم عبد الستار الحبوب. هذه معلومات ليست معلومات خفية، نتحدث عن أراضي، عن مليارات، عن مبالغ، ولكن هناك أمر وعلى الموجود أن ينفذ ذلك الأمر. الصدر خرج بتغريدة قلبت المشهد السياسي، جعلت من تحرك السياسيين ونواب نينوى يجتمعون في منزل أسامة النجيفي يطالبون بإصلاحات أمنية اقتصادية أو تعليق عضويتهم بتغريدة فقط. الكل يعلم، ولكن من يستطيع أن يتحدث؟ من يستطيع أن يقول لا؟ النفوذ الإيراني له الكلمة العليا في كل العراق ومن ضمنهم محافظة نينوى وبقية المحافظات الأخرى، صلاح الدين، الأنبار، وعلما بأن نواب محافظة الأنبار اليوم جزء من التكتل الإيراني في كتلة البناء، وهذا الكل يعرفه وليس خافي على أحد.
أستاذ إيناس زايد، يعني ليس فقط هي أزمة النازحين، وإنما أيضا البعض من النازحين يعني من خلال شهود عيان يعني لا يريد أن يرجع مرة أخرى ليسكن في مناطقه الأصلية، وذلك بسبب وجود ميليشيات ترتكب الجرائم وتقوم بمختلف أنواع الانتهاكات على مرأى ومسمع من الحكومة. نتساءل هنا عن السبل القانونية، يعني أنتم في مركزكم توثقون وتقومون بما يلزم، وهذا هو يعني عملكم وواجبكم. نتساءل عن السبل القانونية الكفيلة بإدانة من يتسبب بالإرهاب ضد هؤلاء المدنيين، الإرهاب ضد هؤلاء النازحين الذين مثل ما ذكرت لك البعض لا يفضل العودة إلى مناطقه بسبب ارتكاب جرائم من قبل ميليشيات. هل هناك سبل قانونية ترفع إلى المحاكم الدولية، إلى الجهات المختصة، ممكن أن تؤخذ بنظر الاعتبار؟ بالتأكيد هناك سبل قانونية إن أردنا الحديث عن ذلك. القانون الدولي ضمن وكفل العديد من الوسائل لحماية حقوق الإنسان، وخاصة عند الحديث عن الحالة العراقية، وهي يعني الآن تمر في نزاع مسلح داخلي إن أردنا القول، وتصنف كذلك. لذلك فنعم، هناك من قواعد القانون الدولي الإنساني التي تكفل محاربة كافة الأشخاص الذين يقومون بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، سواء أكانوا يعني بغض النظر عن ما هو الطرف الذي يرتكب هذا الانتهاك. هناك العديد من أو بالأحرى دعنا نقول المسار القانوني الذي يجب أن يتم اتخاذه في هذا المنحى، هو أولا يبدأ من التوثيق الانتهاكات، ومن ثم تقديمها إلى العدالة من خلال أولا اللجوء إلى القضاء الوطني العراقي. إن لم ينصف القضاء الوطني العراقي هؤلاء الأشخاص، فيتم اللجوء إلى القضاء الدولي الممثل بالمحكمة الجنائية الدولية على وجه التحديد، وذلك من خلال تقديم ملف الدعوة إلى المدعي العام الذي يباشر التحقيق هذه الجريمة، ويستفت الأشخاص الذين يتم اتهام ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهي التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة. هناك كما ذكرت، نعم يعني هناك يعني في ملف النازحين هناك إجبار لبعض النازحين من العودة إلى بلدانهم التي هي ما زالت تحت الخطر، وما زالت يعني غير مأمونين على حياتهم فيها. نشدد نحن كمرصد أورو متوسطي بأن العودة لابد أن تكون عودة طوعية وليست قصرية. من أراد أن يعود إلى المنطقة التي خرج منها أو نزح منها فله ذلك، ولكن لا يمكن بالمطلق إجبار أشخاص للعودة إلى تلك المناطق. نحن نرى بهذا الصدد يعني ازدواجية في التعامل مع هؤلاء النازحين. هناك إجبار لنازحين يعني نزحوا من منطقة معينة، إجبار لهم أن يعودوا لتلك المنطقة، بينما هناك منع لنازحين آخرين أيضا من مناطق معينة من الرجوع إلى منازلهم على الرغم من رغبتهم يعني في العودة. لذلك فهذه أيضا الازدواجية لابد من البحث عن أسبابها، ولابد من الوقوف على إن كانت فعليا متعمدة وإن كانت فعليا يعني سياسة ممنهجة، لأن هذا الأمر أيضا سيقيم المسؤولية على الأشخاص الذين يقومون بارتكاب هذه المخالفات والانتهاكات أيضا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. فنعم لابد من التحرك على المستوى القانوني الآن من أجل محاسبة كافة الأشخاص المورطين، وفعليا يعني سياسة أتمنى العقاب في العراق والتي أصبحت هي نهج الآن، جعلت بعض الأشخاص يتمادون في الانتهاكات، وجعلتهم بمأمن عن المحاسبة وبمأمن عن أي عقاب. ولذلك لابد من تفعيل المسار القانوني حتى يرتدع هؤلاء الأشخاص، وحتى أيضا يتم إيقاف الانتهاكات بحق العراقيين على كافة المستويات. يعني لدينا ملف المعتقلين في العراق، لدينا ملف النازحين، لدينا ملف الأشخاص أو ملف التعذيب في العراق. يعني هناك العديد من الملفات الانتهاكات حقوق الإنسان والكوارث الإنسانية في العراق التي لابد من التطرق لها، وأيضا محاسبة كل شخص متورط فيها حتى نصل إلى عراق يمكن العيش فيه.
أستاذ شاغو، ما المصلحة الدولية من إبقاء ملف النازحين على ما هو عليه، لا بل حتى من إبقائه مستمرا في التفاقم؟ بلا شك أن المنظمات الدولية هي تدخلت بشكل إيجابي في التركيز على أزمة النازحين ونشر معاناتهم وأيضا إيصال رسائلهم إلى المجتمع الدولي وإلى الدول العالمية وإلى كافة الأطراف، لأن المنظمات المحلية في العراق أيضا تم السيطرة عليها من قبل الأحزاب، وبالتالي لا تنقل الواقع ولا تنقل الحقيقة بقدر ما تغطي الحقائق الموجودة حتى تجمل النظام السياسي الموجود فيها. ولكن هذه المنظمات أيضا ساعدت العراق، ولكن الحكومة العراقية هي التي تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية. الحكومات الدولية تستطيع أن تساعد ولكن لا تتدخل بشكل مباشر في شؤون العراق، تستطيع أن تقدم المساعدات وأيضا تبادر في تقديم اليد العون. نعم، ولكنها تدخلت في موضوع أنه الإرهاب ومحاربة الإرهاب وكونت تحالفا للحرب على الإرهاب، وبالتالي يعني هناك تقول الحكومة نصرا تم تحقيقه في الموصل وهو دحر الإرهاب، ولكن هنا بالحكومة التي تتحدث عن هذا المنجز في العراق يعني تغفل عن عدم وجود مياه صالحة للشرب، تغفل عن عدم رفع الأنقاض وبالتالي عدم انتشال الجثث من هذه المدن التي دمرت، تغفل عن أن البنى التحتية بالكامل تحطمت في هذه المدن. يعني هنا في هذه النقطة، هل المصلحة الدولية تقتضي أن يظل العراق على ما هو عليه الآن؟ بلا شك الحكومة العراقية وأيضا الأطراف الدولية ركزت على داعش وركزت على الإرهاب وإنها ستكون خطر، وحتى الرئيس الوزراء السابق كان يقول نحن نحارب نيابة عن العالم. نعم. وبالتالي نريد الدعم عالمي، تم تشكيل تحالف وتم الدعم، ولكن لا أحد فكر في نتائج هذا الحرب، في آثار هذا الحرب. من اليوم الثاني لنهاية الحرب على الإرهاب وانتهاء الإرهاب لم يتدخل أحد في تصليح الأخطاء أو في إصلاح التدمير الذي حصل في المدن العراقية، ولذلك نرى اليوم الإرهاب يعود من جديد رغم أنهم أعلنوا عن انتصارهم عليه، رغم أنهم أعلنوا عن انتهاء واحتفلوا بذلك، ولكن بسبب الأخطاء التي ارتكبت والتي رافقت هذه العملية وبسبب عدم وجود عقلية سليمة في التعامل مع الإرهاب نرى أنها تعود من جديد وبشكل أقوى. والآن عمليات في أغلب المناطق التي على أساس اندحرت أو دحرت فيها الإرهاب، وبالتالي نرى أن هذا الفشل تسبب بهذا الأمر. وأيضا الحكومة العراقية وبعض الأطراف الدولية لا تكترث للنتائج المأساوية التي تحصل بسبب الحرب على الإرهاب. هي تريد القضاء على الإرهاب في الموصل مثلا، لا تكترث أن يتسبب هذا بنزوح الآلاف من المواطنين، أن يموتوا من البرد والحر، لا تكترث لهذه الأمور، لأن الخطاب الداخلي العراقي يقول إذا لم تساعدونا في محاربة هذا الإرهاب سينتقل إليكم وسيهدد مصالحكم. ولكن بقاء المواطنين النازحين في الخيم لا يهدد مصالح هذه الدول. هذه الدول لديها طبعا مصالح في العراق، وكلما كانت الحكومة ضعيفة كلما نجحت في فرض أجندتها داخل العراق، وبالتالي لا يمكن أن يسمحوا بوجود حكومة قوية قادرة على تقديم مصالحها أولا ثم مصالح هذه الدول. اسمح لي أن أنتقل بنفس السؤال إلى الأستاذ زياد السنجري. أستاذ زياد، يعني هل هناك مصلحة دولية تقتضي أن يبقى العراق ضعيفا، أن يبقى العراق مشتتا، أن تبقى بناه محطمة إلى هذا الحد؟ نعم، هناك بكل تأكيد مصلحة دولية من ذلك. العراق يجب أن يبقى ضعيف وعامل عدم استقرار. هناك الأرض العراقية تصفية لصراعات في المنطقة ومصالح ونفوذ. العراق بوضعه الحالي دوره ضعيف في تحديد أسعار النفط التي يراد لها أن تكون مخفضة جدا لكي تتم عملية الحصار، استعمال الحصار الاقتصادي على إيران وكل من يناهض إسرائيل. لا توجد دولة في المنطقة حاربت إسرائيل كما حارب العراق، لا توجد دولة تريد العراق أن يكون قوي. تركيا، إيران، هل يتجرأ أحد على عمل شيء في داخل الأراضي العراقية مثل ما يفعلون اليوم؟ اليوم الأمريكي يقتل وله حصانة كاملة، الإيراني يقتل وله حصانة كاملة، الضباط، الأطباء، كل من يريد تصفية أي حسابات داخل العراق يستطيع اليوم
لماذا؟ لأن العراق ضعيف، العراق غير قادر، وهذا ما يريدونه. يدركون جيدا بأن العراق هو عامل مهم جدا في الشرق الأوسط. الشرق الأوسط والدول العربية يجب أن تبقى ضعيفة، لأن عودتها يعني تهديد لإسرائيل، تهديد للمصالح الأمريكية، تهديد للمصالح الإيرانية. العراق عندما سقط، سقطت سوريا، العراق عندما سقطت، الحوثيين سيطروا على اليمن، العراق عندما سقط، سقطت الحزب الله، تفرعنا على أهل لبنان وأصبح يرسل مقاتلين. العراق الذي دافع عن البوابة الشرقية للأمة العربية لمدة 8 سنوات اليوم يرسل إرهابيين، يرسل ميليشيات إلى سوريا، يعمل علاقات مع الحوثيين ويرسل لهم مقاتلين. قبل أيام تم الإعلان عن مقتل خبير متفجرات عراقي أرسلته الميليشيات. فإذا العراق الذي دافع عن هذه الأمة أصبح العراق ضعيف ومنهار، لذلك تقتضي الضرورة والمصلحة الدولية بأن يبقى العراق على هذا الوضع، وتكون تصفية الصراعات والأيديولوجيات والراديكالية الإسلامية داخل العراق على لا أن تنتشر. سابقا لا يوجد تيارات إسلامية فعالة داخل العراق لها صبغة إرهابية. العمليات تكون في أفريقيا، العمليات تكون في الدول الضعيفة، أفغانستان، أما اليوم فكلها تتركز في العراق والشرق الأوسط، هذه العمليات الإرهابية. ولذلك المجتمع الغربي والأمريكي يريد أن يبقى العراق على هذا الوضع وتحت السيطرة، ويستمر ضخ النفط عبر الأراضي العراقية. شكرا لك أستاذ زياد السنجري الإعلامي العراقي. في دقيقة واحدة أستاذ شاهو، يعني إلى أي مدى ترى أن أهداف التغيير الديمغرافي قد تحققت؟ يعني البعض يقول من ضمن المؤشرات لهذا المخطط لتحققه فعلا على الأرض هو عدم السماح لأهالي جرف الصخر جنوب بغداد بالعودة إلى مناطق سكناهم. هل هذا الأمر ربما سيكون في عدة مناطق، لا سيما في المناطق الآن التي تعاني من العمليات العسكرية بعد مرور عام؟ بلا شك أن هذه العمليات تم، هذه الخطة تم تطبيقها في سوريا، وأيضا الآن يتم تطبيقها في العراق. وبلا شك في ظل الوضع الحالي في العراق لا يمكن لأحد أن يقف أمام هذا المشروع الإيراني الموجود والتغيير الديمغرافي إلا بتدخل دولي حقيقي. وبالتالي لأن إيران سيطرت على كافة الرئاسات الثلاث أيضا في العراق، وأيضا لديها ميليشيات طائفية في كل مكان، وأيضا الأطراف المنافسة لإيران أصبحت في ضمن دائرة الإيرانية وأصبحت مع إيران خوفا من مصالحها الموجودة. وبالتالي هذه الخطة سوف تتحقق وسوف تنجح إذا لم يكن هناك تدخل دولي حقيقي، أو لم يكن هناك أطراف حقيقية محلية داخلية تحارب هذا الأمر وتحارب هذا المخطط الاستراتيجي لإيران، والذي هدفه هو السيطرة الكاملة على العراق ومنع وجود خطر مستقبلي يخرج من العراق ضد مصالحها سواء في العراق أو في إيران. شكرا لك، شكرا جزيلا ضيفي في الاستوديو أستاذ شاهو الغرداغي الكاتب والمحلل السياسي، وأيضا نشكرك شكرا جزيلا أستاذة إيناس زايد من المركز الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، كنت معنا عبر سكايب من عمان. وشكرا لك أستاذ زياد السنجري الإعلامي العراقي، كنت معنا عبر الهاتف. مشاهدينا الكرام، في ختام هذه الحلقة تقبلوا مني أطيب تحية وإلى اللقاء.